طيب الربط بين سائد البطولات بيتسو موسيماني وصاحب الإنجازات الكبيرة جدا مانويل جوزيه، خلتنا نروح نشوف رأي واحد من أركان تجربة مانويل جوزيه الصخرة وائل جمعة، شاف موسيماني وشاف أداء الأهلي إزاي. الأهلي بخبراته بشخصية البطل بيعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات. أكيد، وتعامل معها بشكل جيد موسيماني. مباراة النهاردة زي المباراة اللي فاتت شفنا فريق سان داونز وقوة الفريق، فريق متماسك، فريق بيلعب كورة على الأرض، لعيبة مش مستعجلة في الفوز ولا بتلعب الكرة الأفريقية العادية إنه يكون متأخر أو مضغوط في النتيجة يلجأ للكرات الطويلة، لا في عز ما هو يعني احنا بنقول هيلعب كرة طويلة، لا بيلعب كرة على الأرض، بينقل الكرة، بيتبدل الكرة بشكل جيد. موسيماني والطريقة اللي لعب بيها في المباراة والطريقة اللي توقع لعب بيها سان داونز، هو عارف الفريق وعارف أداء الفريق إزاي وانتشاره في الملعب إزاي وهدوءه في التعامل مع الكرات إزاي، اختار الطريقة المناسبة. هي ما يعني محب الكرة ما يحبش الطريقة اللي احنا لعبنا بيها، انما لا، هي الطريقة دي اللي توصلنا وتخلينا نتجاوز فريق قوي وفريق صعب، انما في النهاية بيلعب كرة حلوة، يعني ما بيلجأش الاساليب غير لعب الكرة، وده اللي احنا عايزينه. انت عايز فريق يلعب كرة بس، فريق يعني مش مؤذي في الملعب، مش عنيف، بيلعب كرة بس للكرة. فاللعيبة النهاردة لعبت بروح ولعبت بتركيز وانضباط كبير جدا، لازم نحييهم عليه كروح وأداء وإصرار، وإن شاء الله خطوة صعبة جدا تجاوزناها، اللي جاي بإذن الله يكون في المتناول إن شاء الله، نقدر نحافظ على اللقب البطولة بتاعتنا ونتواجد في كأس عالم الأندية إن شاء الله. بص، ملخص الكلام هو بيشيد بالدور التكتيكي اللي اتلعب بيه المباراة ومستر بيتسو والتزام لعيبة الأهلي و يعني تحديهم لظروف الصعبة والتزامهم طوال المباراة لتحقيق هذا الهدف. وده بيقودني إليه بسرعة كده، نتذكر كارتيرون لما كسب السوبر الإفريقي ثم السوبر المصري من النادي الأهلي بضربات الجزاء، وكان الأهلي مسيطرا على المباراة بشكل كامل وصاحب اليد العليا، ثم فوز مستر كارتيرون على النادي الأهلي 3-1 في مباراة شهدت 68% سيطرة للأهلي وده على الفرصة وضربات جزاء وحكم لكن كل الإشادة كانت لكارتيرون في إيه؟ إنه بيعرف يكسب الماتشات المهمة. لحد كلمه على المتعة، ولحد كلمه على الجدارة، ولحد كلمه على الأداء. النهاردة أنت في ظل كل الظروف الصعبة دي بتحقق، ومن خلالها في ماتشات ممتعة، لكن مش كل الماتشات هتبقى ممتعة. الماتشات التكتيكية يا جماعة اللي فيها حاجات، على فكرة الليبرو بتاع رامي ربيع اللي لعبه وفاجئ بيه الناس كلها، دي التركه اللي فرقت. النادي الاهلي لعب بيه ماتش سانداونز ضده، لا قبل كده هرجعك علي عبد الصادق لما لعب ليبرو والناس استغربت في الحته دي، خلف المدافعين، امام المدافعين وخلف خط الوسط.